بصراحه هو الاتحاد وقف معايا وهو عمل مطوشه حلوه. المفروض ان في دعم اكتر من كده، لان الاهلي النادي الاهلي شرف مصر وشرف الكوره الافريقيه عامه كلها، وكل البلاد كلها بتفتخر بيه، البلاد الافريقيه كلها بتفتخر بيه. فالمفروض احنا هنا نشجعه وندعمه اكتر من كده، والمفروض اننا كلنا سنده. يعني ده اكبر جمهور في اعتبر في مصنف على العالم. يعني هو على طول الحمد لله الاهلي ثابت وجوده في اي مكان وواخد عادي الدعم ده طبيعي. فمن هو بس في مثلا ساعات مشاكل التحكيم والكلام ده كله في افريقيا، بس يعني خلاص تعودنا على الكلام ده، والاهلي دايما بطل افريقيا يعني ان شاء الله افريقيا بتاعتنا. طبعا الاهلي بتلقي الدعم من جمهور مصر وجمهور افريقيا كلها وجمهور الدول العربيه كمان، وكلنا مع الاهلي ان شاء الله وحقق البطوله بتاعتنا ان شاء الله. يعني دي البطوله تبقى العاشره ان شاء الله للاهلي ان شاء الله. لا في دعم كامل للاهلي، والماتشات اتاجلت، ما لعبش الفتره اللي قبل الدور قبل النهائي، وان شاء الله ان شاء الله يكسب النهائي باذن الله.